وعلى غرار باقي محاكم المملكة، اليوم مناضلة ومناضلي النقابة الديمقراطية لبئن زكان ينفذون وقفة احتجاجية سبق وأن تم تصديرها من طرف المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية العدل. وتندرج هذه الوقفة في إطار يعني سلسلة أو في إطار برنامج نضالي سبق وأن تم تصديره من قبل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، واللي كيتضمن يعني مجموعة من أو سلسلة من الإضرابات. كذلك خضنا يعني في هذا البرنامج النضالي قررنا يعني أننا الأسبوع ما قبل الأخير يعني أننا يعني نفذوا واحد المسيرة احتجاجية وطنية بالعاصمة الرباط، واللي كان من المقرر أنها تنطلق من أمام مقر وزارة العدل في اتجاه وزارة المالية، غير أنها جبهت بالمنع ليتم يعني ليتم تحويلها إلى وقفة وطنية، واللي عرفت كذلك يعني واحد النجاح اللي عرفت واحد النجاح كبير لا على مستوى الحضور لا على مستوى يعني التمثيليات ديال جميع الجهات، جميع جهات المملكة كانت حاضرة في ذلك الوقفة الاحتجاجية من طنجة إلى القويرة، واللي عرفت كما قلت لك نجاح كبير ونجاح نجاح باهر. الاحتجاجات ديالنا والبرنامج النضالي ديالنا يعني كيجي كشكل احتجاجي، كشكل احتجاجي على عدم او لا على يعني عدم وفاء الحكومه او الاطراف الحكوميه اللي عندها علاقه بالملف ديالنا بالالتزامات او بالاتفاق اللي سبق لنا في النقابه الديمقراطيه اننا يعني اتفقنا فيه مع وزاره العدل. هذا الاتفاق اللي كيهم يعني تعديل النظام الاساسي بما يستجيب حجم التطلعات، كيهم تعديل النظام الاساسي وذلك يعني لتحسين الوضعيه الماديه لهيئه كتابه الضبط، اللي يعني تزادت عليها مجموعه الاعباء ومجموعه الالتزامات اللي نتجت اساسا على يعني تنفيذ التنظيم القضائي للمملكه وكذلك استقلال السلطه القضائيه. هذا الاتفاق من طبيعه الحال يعني ليس هو يعني اتفاق وليد اللحظه، ولكن هو اتفاق جاء يعني كنتيجة مجموعة من اللقاءات، مجموعة من المشاورات، ومجموعة من يعني الجولات الحوار القطاعي اللي دارته النقابة ديالتنا النقابة الديمقراطية العدل، واللي كانت الأولى أو السباقة أنها طرح ملف تعديل النظام الأساسي على طاولة الحوار مع الوزارة الوصية. يعني هذا المسار ديال سنتين توج كما قلت لكم بإصدار أو لا يعني بتوقيع واحد الاتفاق مع الوزارة الوصية. نحن اليوم هذا الاتفاق نقول بأن الوزارة الوصية يعني انتهينا معها في التفاوض، ما عندناش معها شي إشكال. الإشكال اليوم تلقاوه مع الوزارات الأخرى ذات الصلة بالملف ديالنا، واللي أساسا مع وزارة المالية اللي اليوم يعني رغم يعني هذا الاتفاق اللي توقع وهذا الاتفاق اللي درنا احنا مع الوزارة اللي كنعتبروها احنا واللي هي اساسا مكون اساسي من مكونات الحكومه، يفترض ان يعني يكون واحد التضامن ما دام ان وزاره العدل وقعت الاتفاق من باب يعني التضامن، ان الوزاره ان الاطراف الاخرى اللي عندها صله انها يعني تلتزم بما جاء بهذا الاتفاق وتنفذوا. على اي احنا درنا الاتفاق ديالنا، انتظرنا واحد المده، ما كاين تجاوب. درنا عقدنا مجلس وطني وفي البدايه يعني قررنا اننا ندخلوا في واحد البرنامج في واحد من الاضراب اللي اعتبرنا ان ذاك اضراب انذاري مدته 24 ساعه مع حمل الشارات. نفذنا هذا الشكل الاحتجاجي، انتظرنا مده اخرى كي لا يقال باننا راحنا فقط نريد فقط اننا نديروا اضراب. انتظرنا التجاوب، كيفاش تجاوب معنا الوزاره، لكن يعني الاطراف الحكوميه، لكن لم يكن هناك تجاوب. على هذا الاساس درنا واحد يعني دخلنا في واحد البرنامج النضالي اللي فيه مجموعه الاضرابات، وكنا كذلك قررنا هذيك الوقفه اللي كنا بين المسيره كنا بين كنا مقررنا في هذاك سميتو كنا مقررنا في هذاك البلاغ ديالنا.
نفذنا واحد جزء من هذا البرنامج وعلقنا الجزء الاخر لانه كان واحد الاتفاق وكان واحد الحوار قطاعي مع مع الوزاره وكان تعهد ديال السيد رئيس الحكومه باش ان المشكل ان الملف ديالنا يتحل. لكن تفاجئنا بان هذا الملف ديالنا اولا تعديل بنود النظام الاساسي يعني الدرجات ديال مجموعه المراسيم ديك الساعه مجموعه المراسيم في المجلس الحكومي لهذ المراسيم اللي كانت تتم اساسا تنفيذ واجراءات الحوار اجراءات مضامين الحوار الاجتماعي مع المركزيه النقابيه اللي كتهم اساسا الزياده العامه في الاجور 1000 درهم. وبالتالي حنا اعتبرنا بان راه المنهجيه اللي كنا غادي بها هي من يعني المنهجيه اللي كنا غادي نقولوا دي بانه راه النظام الاساسي ديالنا خصو يتناقش بمعزلين عن يعني دوك على دوك على دوك الانظمه الاساسيه اللي كتهم الحوار الاجتماعي او الحوار الاجتماعي مع المركزيه النقابيه. تفاجئنا بانه درج النظام الاساسي ديالنا تعديل النظام الاساسي في هذاك وانا داك عقدنا الاجتماع ديال نادي المكتب الوطني وقررنا اننا ندخلوا في هذا البرنامج النظام اليوم حنا كنستمروا فيه الاسبوع الرابع او الخامس على التوالي ولازال بان ولازال يعني الاحتجاجات والاشكال الاحتجاجيه والبرنامج ديالنا مستمر يعني الى حدود يعني الاسبوع المقبل. راه عندنا يعني واحد الاضراب مدته 72 ساعه. حنا المطالب ديالنا هي مطالب كما قلت لك واضحه، مطالب عادله، لا نريد فقط الا تنفيذ ما تم الاتفاق بشانه، اتفاق اتفقناه مع وزاره العدل. يجب ان الحكومه والاطراف الحكوميه ذات الصله بالموضوع ان تحمل المسؤوليه ديالتها وتعني وتحمل المسؤوليه ديالتها تجاه هذا المرفق اللي هو مرفق حيوي ومرفق يعني اساسي في الحياه ديال المواطنين. ومعركتنا مستمره الى حين تحقيق مطالبنا العادله ومشروعها في تعديل النظام الاساسي بما يستجيب وحجم التطلعات وحجم يعني وحجم المسؤوليات الجسم المنقض على عاتق هيئه كتابه الضبط. في الختام تنبغي نحيي المناظرات والمناظرين عبر مختلف محاكم المملكه على الصمود ديالهم وكنهنئهم كذلك يعني على نجاح الوقفات ونجاح الاضرابات ونجاح يعني مختلف اشكال النضال اللي خطها النقابه الديمقراطيه